ولاية السيب هي بوابة محافظة مسقط لمعظم محافظات السلطنة، وقد اكتسبت أهمية كبيرة في عهد المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراها، حيث كانت الولاية التي اختارها المغفور له بإذن الله تعالى ليسكن فيها في معظم الأوقات، وعرفت بمقر إقامته متمثلا ذلك ببيت البركة العامر الذي يقع بمنطقة المنومة بولاية السيب، والذي كان مقر إقامته بشكل دائم، حيث كان الأهالي في منطقة المنومة التي تجاور بيت البركة من جهة الغرب وحلة الغشيبة بالمعبيلة الشمالية المجاورة للقصر من جهة الشرق يستأنسون بمجاورتهم لسلطانهم وأبيهم وقائدهم طيب الله ثراه طوال السنوات الماضية، حيث كان المغفور له بإذن الله تعالى يزورهم، وكثير من الأحيان يمر بطرقات تلك المناطق كعادة جلالته دائما في كثير من الولايات والمحافظات، حيث كانت مكارمه طيب الله ثراه تأتي بين فترة وأخرى لأبناء الغشيبة والمنومة، لذلك فإنهم دائما ما يكونون بالقرب من بيت البركة ويتابعون خروج موكبه أو يحاولون مقابلته عندما كان المغفور له بإذن الله تعالى يقوم بجولات انفرادية للإطمئنان على أحوال المنطقة والأهالي، ويتعرف على الأخبار والأوضاع من خلال لقائه مع أبنائه المواطنين. كذلك تشرفت ولاية السيب كونها الولاية التي ينطلق منها موكب جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراها مع بدء جولاته السلطانية في ربوع البلاد، حيث كانت الانطلاقة دائما للركب الميمون من قصر السيب العامر، فكان هو القصر الذي منه ينطلق الموكب السامي المقل للسلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراها لجولات الخير في ربوع البلاد، والتي دائما ما كان المواطنون ينتظرونها بلهفة وشوق، لذلك كان السيب دائما محط أنظار أبناء السلطنة ويكنون لها المحبة كأي ولاية أخرى. فالسيب هي الولاية التي تجاور البحر والجبل، حيث تعانق أمواج بحر عمان رمال شواطئها الناعمة الممتدة من منطقة الموالح شرقا إلى منطقة المنومة غربا، فيما تجاور الخوض والجفنين والرسيل جبال الحجر، وتتخذ من تلك الجبال رونقا آخر لوجه ولاية السيب الجميل الذي جمع بجماله ورونقه وجود الأب القائد دائما بين أحضان هذه الولاية العريقة. السيب التي كانت قديما تسمى دما هي ولاية تاريخية عريقة، كانت محطة من محطات التاريخ العماني، وفيها وقعت العديد من الاتفاقيات التاريخية منها ما يعرف باتفاقية السيب، كما شهدت الولاية عبر التاريخ أحداثا متعاقبة لكنها ظلت قوية محافظة على جمالها ورونقها، وتعتبر ولاية السيب واحدة من الولايات ذات التاريخ الضارب في القدم، حيث يوجد بها العديد من الآثار والأبراج التاريخية مثل الأبراج التاريخية في الجفنين والرسيل والخرس والسليل وبرج الخوض ومسجد فيقة بمنطقة المعبيلة الشمالية، وقد شيدت في عهد المغفور له بإذن الله تعالى العديد من الجوامع والمساجد بولاية السيب، ومنها جامع السلطان قابوس وجامع سمو السيد طارق بن تيمور وجامع السيدة فاطمة بنت علي آل سعيد ومسجد السيدة ميزون بنت أحمد وجامع السلطان تيمور بن فيصل ومسجد الزلفة وغيرها من المساجد والجوامع ومدارس القرآن الكريم. تعد ولاية السيب من أكبر ولايات محافظة مسقط الستة، وحظيت كغيرها من الولايات بنصيبها من مشاريع النهضة المباركة التي أسسها المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراها، حيث نالت نصيبها من كافة الخدمات، واحتضنت مؤسسات حكومية مهمة مثل جامعة السلطان قابوس المنارة العلمية الأكبر والأهم التي بنيت في عهده، ومنها تخرجت أجيال من السواعد العمانية التي انخرطت للعمل في مؤسسات الدولة لتبني عمان، كذلك ومن بين أهم المؤسسات الموجودة بولاية السيب مطار مسقط الدولي الذي يعد واحدا من أكبر وأرقى المطارات في المنطقة، ومنطقة الرسيل الصناعية والتي تعتبر من أهم المناطق الصناعية في السلطنة، ك
كذلك يوجد بولاية السيب السوق المركزي للخضروات والفواكه بالموالح، كما يوجد بها مستشفى جامعة السلطان قابوس والمستشفى العسكري. كما ينتشر بالولاية العديد من المدارس الحكومية والخاصة، ويوجد بها العديد من المجمعات التجارية الكبيرة إضافة إلى الأسواق والمراكز التجارية. كذلك يوجد بولاية السيب العديد من المؤسسات العسكرية والمدنية المختلفة، وهي من بين أهم المؤسسات التي تقدم كافة الخدمات للمواطنين. كما يوجد بولاية السيب العديد من المنتجعات والمجمعات السياحية والمدن السياحية المعروفة، حيث شهدت الولاية ولا تزال زخما حضاريا ثقافيا واجتماعيا وتجاريا واقتصاديا. وفي يوم رحيل جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراها، شيع جثمانه الطاهر من بيت البركة بولاية السيب إلى جامع السلطان قابوس الأكبر بولاية بوشر، حيث خرج الموكب من بيت البركة مارا بمنطقة المعبيلة والسيب والخوض والحيل والموالح، حيث خرج الأهالي ليودعوا قائدهم وفقيدهم الغالي وإلقاء النظرة الأخيرة على نعشه وهو يمر من أمامهم وهم يذرفون الدموع مودعين سلطانهم الذي أحبوه وأحبهم، داعين الله العلي القدير بأن يسكنه الفردوس الأعلى من جنانه.